اهلا بكم اصدقائي الاعزاء، مع نموذج جميل من نماذج تحدي الاعاقه. صديقتنا الجميله رغم اصابتها بشلل الاطفال في احد الساقين الا انها مصدر من مصادر القوه والطاقه الايجابيه. قوه ارادتها وعزيمتها بتتحدى اعاقتها رغم الصعوبات والتحديات اللي بتمر بيها. صديقتنا الجميله إلا إنها بتتمتع بقدر كبير من الجمال والذكاء وقوة الإرادة. بقوة إرادتها وعزيمتها بتتحدى إعاقتها وبتواجهها بكل شجاعة وعزيمة وإصرار على تخطي هذه الإعاقة وتجاوز هذه المحنة. من أكبر التحديات اللي بتواجه أصدقائنا من مساوئ الإرادة، وخصوصا أصحاب الإعاقات الحركية، وجود سلالم الطرق العامة. بعض الطرق بتكون غير ممهدة وغير مجهزة للأشخاص ذوي الإرادة، فصديقتنا الجميلة بتورينا ازاي هي بتتخطى هذه العقبات وتتجاوز الإعاقات اللي بتواجهها بكل شجاعة وعزيمة وإصرار. صديقتنا الجميلة نموذج جميل وملهم لكل متعدي الإعاقة.